الله عليكم، حانت لحظة الحقيقة، حانت لحظة الحسم، ودقت طبول الحرب واشتعلت نيران المنافسة. الحدث نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ومنطقة الغرب، العربي الكويتي في مواجهة السيب العماني، ولقاء الرفاعين لا يقبل القسمة على اثنين في البحرين. تاريخ سيكتب، والمتأهل للنهائي لا يعلمه سوى ربي وربك عز وجل. ويا هلا بالملايح، معاكم ثائر الصالح، والحديث عن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي دور النصف النهائي منطقة غرب آسيا. وطالما وصلك هذا الفيديو، أتمنى تشرفني وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات وتضغط لايك للفيديو. جاهزين؟ انطلقنا. نتكلم مبدئيا عن الادوار الحاسمه لبطوله كاس الاتحاد الاسيوي. طبعا الحين في دور نصف نهائي منطقه غرب اسيا اللي راح يلعب فيه العربي الكويتي والسيب العماني، والرفاع الغربي مع الرفاع الشرقي البحريني. في المقابل حيكون هناك دور نصف نهائي كمان في منطقه اسيان بين كوالالمبور الماليزي مع موهون الهندي. اما بالنسبه للنصف النهائي الثاني، جزك الاوزبكي مع ايسرن الهونغ كونغي. الفائز من نهائي منطقة غرب آسيا راح يلعب مع الفائز من نهائي منطقة آسيا، وهدول الفريقين راح يكونوا طرفين النهائي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. خلينا نتكلم الحين عن لقاء العربي ولقاء السيب العماني. أول العربي اللي تصدر المجموعة الثانية اللي كان فيها نادي الرفاع الغربي البحريني وشباب الخليل الفلسطيني وظفار العماني. اما بالنسبه لنادي السيب اللي تاهل عن مجموعه كان فيها الكويت الكويتي وجبله السوري والانصار اللبناني. خلينا نتكلم الحين عن وضع الفريقين قبل اللقاء. العربي طبعا ما عم بيقدم اي اداء ايجابي لغايه الان في الدوري الكويتي، اتعادل في اول جولتين، الفريق عم يحتل المركز السابع في الدوري الكويتي. الفريق قادم من تعادل مثير مع نادي السالمية، طبعا الفريق كان متقدم 2-0 ولكن رجع السالمية وعمل تعادل. ألف علامة استفهام على النادي العربي خاصة بالشوط الثاني، نتيجة انخفاض اللياقة البدنية، نتيجة انخفاض المردود البدني عند اللاعبين، وكأنه المدرب يوغوسلاف ما عم يقرأ المباراة بالشوط الثاني بالشكل الجيد. أما بالنسبة لنادي السيب العماني، بطل الدوري العماني، بطل كأس عمان، بطل السوبر العماني، ويطمح لي انه يحصل على البطولة الرابعة له هذا الموسم، حتكون رباعية تاريخية لنادي السيب العماني. علما انه كمان نادي السيب متصدر الدوري العماني اللي مضى عليه 3 جولات برصيد 7 نقاط، بقوة هجومية جبارة عند نادي السيب العماني. طبعا من اهم العناصر القوة والضعف عند الفريقين. خلينا نتكلم عن اهم العناصر الموجودة عند النادي العربي. المدرب يوغوسلاف حيعتمد على الحارس سليمان عبد الغفور طبعا، مع استخدام أسلح لمين دياكيه وجوبي واللاعب بندر السلامي، وعندك الليبي الهادي السانوسي. هدول أفضل العناصر اللي راح يبدأ فيهم المدرب يوغوسلاف في مواجهة القوة الضاربة عند نادي السيب العماني بقيادة المدرب الروماني إيلي سيتان. بالدفاع حيكون عندك محمد المسلمي وعلي بوسعيدي، واما بخط الهجوم فعندك الوافد الجديد كوسموس داوودا واللاعب صلاح اللحيائي وعبد العزيز المقبالي ومحسن غساني. طبعا نيجي نتكلم عن احداث المباراه بشكل عام، علما ان المباراه راح تكون على نادي الكويت الكويتي، يعني العربي له ميزه الارض والجمهور. طبعا الفايز من مباراه السيب العماني والعربي الكويتي هو اللي راح يستضيف نهائي بطوله غرب اسيا. بما انه المباراه راح تكون على ملعب نادي الكويت الكويتي، يعني بضيافة نادي العربي الكويتي، راح يكون في تواجد هجومي كبير عند النادي العربي، راح يكون في قوة هجومية جبارة عند النادي العربي بغية انهاء المباراة من البداية. راح يكون في سلاح الارض والجمهور داعم كبير للنادي العربي، وبالتالي اتوقع انه نادي العربي يبدأ مهاجم بشكل كتير كبير، معتمد على الضغط العالي، معتمد على الاستحواذ. بالمقابل نادي السيب العماني راح يلعب على تغطية المساحات واللعب على الهجمات المرتدة، ومحاولة انه العربي ما يحرز اي هدف ولا ياخذ ثقة من البداية. بالمقابل نادي السيب العماني راح يدخل المباراة شوي شوي، وبعديها راح يكون مباراة، وراح تكون المباراة متكافئة بين الطرفين هجمة بهجمة. اما بالنسبة
لإلي أتوقع أنه النادي العربي ينتصر في هاي المباراة بفارق ضئيل هو 1-0. المباراة راح تنتهي في تفاصيل جدا صغيرة. هذا الكلام ينقلنا للقاء الثاني اللي هو لقاء الرفاع والرفاع الغربي. الرفاع تل أفضل مركز ثاني في المجموعة الثانية خلف العربي الكويتي. أما بالنسبة للرفاع الشرقي فاحتل صدارة المجموعة الثالثة اللي كانت تضم تشرين السوري وهلال القدس الفلسطيني. ولكن خلينا نكون واضحين، لسه ما قسنا أي نتائج، ولكن بالوقت الحالي لسه ما لعبوا أي مباراة، ما شفنا المستوى الفني لا فريق الرفاع أو الرفاع الغربي، لأنه الدوري البحريني لسه ما ابتدى. الفريقين عاملين معسكرات مغلقات بشكل كتير كبير، ما في اي معلومات فيك انت تظهرها او تتكلم فيها بهذا الفيديو، لانه كل المعلومات اللي عن هذول الفريقين لونه الدوري البحريني لسه ما ابتدى. اما بالنسبة لتوقع لهاي المباراة فاتوقع فوز الرفاع، وبالتالي راح يكون اطراف المباراة النهائية العربي والرفاع. ويعطيكم العافية، ولا تبخلوا علامة اشتراك في القناة وتفعلوا زر التنبيهات وتضغطوا لايك للفيديو. سلام.